موقع افيفا كوين اسهل وافضل موقع لشحن الكوين لفيفا 17 و18 عند اصدارها، وهناك وسائل دفع مختلفة وسهلة جدا، منها بي بال وان كارد وكاش يو او فيزا. وهتلاقي طبعا لينك الموقع في الديسكريبشن وكود خصم خاص بالقناة 3%. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم مصطفى فوزي من قناه سول اوف جيمز. ان شاء الله النهارده هنكمل مسيره الماستر ليج اللي احنا بداناها، وطبعا انا كان لي جالي شويه عروض وحاجات من دي، فانا هوريكم اللي موجود واللي حصل معايا بالظبط. فانا دلوقتي هاجي دلوقتي على اداره الفريق لو هشوف المفاوضات. طبعا انا جالي عروض لبعض اللعيبه، وزي ما احنا عارفين وشفنا في الحلقه اللي فاتت اللي موجوده في الماستر ليج، انا اخترت او اشتريت صلاح. في ناس اقترحت عليا اشتري محرز، وفي ناس اقترحت عليا ان انا اشتري كام لعيب كده، فهحاول بقدر الامكان ان انا اشوف بس ميزانيه الانتقالات وابدا ان انا اشتري. طبعا بيل جاي لهنا 44 مليون من بروسيا، فانا بصراحه هرفض يعني لمجرد بس شويه كده لحد لما اظبط الامور، لاني ممكن احتاجه. الفارو موراتا جاي له من ايفرتون، بس انا مش هبيعه برضك لاني هعمل لي شغل كويس. ممكن نبيع، بس في هنا واحد اسمه ما اعرفش اسمه ايه، اشرف يعني، ده ممكن نقبل ما اعرفش اسمه ايه، بس مش مشكله، ده اللي ممكن نبيعه. طبعا احتاج يعني فلوسه، هو مش لازمه. طبعا فتره الانتقالات زي ما انتم شايفين كده بتبدا تنتهي. نابولي هنلعب نابولي، دي دوري ابطال اوروبا زي ما انتم شايفين كده، نلعب نابولي في اول مجموعتنا زي ما شفنا المجموعه بتاعتنا معانا نابولي، بس ربنا يستر بقى ما نتفت يعني ما نروحش في داهيه. ده طبعا الشعار بتاعنا ان دايما ربنا يوفقنا كده. ده طبعا الفريق بتاعنا زي ما انتم شايفين، حاولت ان انا اغير شويه في الفريق او اغير شويه في الاعدادات بتاعته. جبت بيل هيكون موجود هنا، بس احاول اغيره لو يعني اضطرينا ان احنا نغير. لوكا مودريتش عندنا هنا، ممكن نحاول بس نظبط لو امكن. طبعا ناتشو انا مش عايزه خالص، فانا هجيب الفارو موراتا بس. دانييلو ممكن ما العبش بيه لاني مش هحتاجه، ممكن اجيب اسكو مكانه. عندي بنزيما ومحمد صلاح، احاول اشوف كده لو ممكن. ماشي، انا هلعب على التشكيل ده دلوقتي لحد لما اظبط، لكن هحتاج بس واحد دفاع لان لو في باورات من الباورات مش مظبوطه احاول ان انا اظبط ان شاء الله باذن الله. فخلينا نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا ضربه البدايه مع بعض وربنا يسهل. يعني طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان انا بلعب على مستوى اقل، بس طبعا لما الناس طلبت مني خلي المستوى افضل واحسن، فانا عليت المستوى عشان بس الناس ما تحسش ان انا نوب يعني زي ما بيقولوا، بس ربنا يستاهل يعني. ادي طبعا نابولي زي ما انتم شايفين كده، هنبدا الماتش ان شاء الله على بركه الله. بص اول ما دخلوا كده نفخه على طول. ايه ده، فاول كمان من اولها كده؟ مش هينفع، مش هينفع. بسم الله الحمد لله، ده لينا الحمد لله. يلا يا مارسيلو. لا يا ابن اللعيبه طلع فاهم انا بعمل ايه. لا 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 يا ولا يا ولا. يلا مين ده مين ده؟ يا ايوه ايوه، حلو الشلبسات اللي انت عملتها دي نفاس، حلو الشلبس ده. مين اللي هناك؟ اوه يا رب الحق يا رب الحق. ها الحق يا لهوي، ما لحقش ما لحق. ايوه ايوه ادي يا ابني، اجري يا حبيب. ماشي ياه يا جدع. ايوه قطها قطها، ايوه ارفع هتعرف. يا اوه حلو. مراتها يا مراتها يا مراتها، جميله يا مراتها، حلوه يا مراتها، جميل 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 كده. حاسس الماتش فيه حماس كده وفيه شغل بصراحه. يا ولا يا ولا يا ولا، قط على طول ودي. لا يا نهار اسود عليك وعلى نسبتك السودة، والله كاسلة ده ليه الجنه، والله برنس. حلوه كاسلة، حلوه حلوه قوي، في كده شويه شغل عالي بيعملهم. لا نخلي استراتيجيه كام ايه في المنطقه، الناس كله في المنطقه، على كله في المنطقه. ايوه لا لا ما تشوتش، هزعل يا ربنا يا ربنا. ايه اللي انت بتنيله ده يا خرابي؟ طيب يا شباب انا هحاول كده في وسط الماتش اقول لكم على يعني الحاجات او الاضافات اللي انا ده. يا رب يا رب، ايه اللي انت بتعمله ده يا جدع يا جدع؟ ايه طول ده؟ كل ده طول يا جدع انت؟ يا نهار ابيض. بص مارسيلو عامل ازاي، والتاني ما شاء الله. ايه يا جدع ده؟ يلا حلو حلو، بس بردك مش بطال. هنبدا بسم الله، نحاول بقى نلعب ايه تكتيكات بقى تيكا تاكا كده. ايه مش هنحاول نمسك الكره شويه في رجلينا يعني، ايه واحده واحده كده مع بعض. بس عندهم في هنا ذكاء
الله يا لا يا جدع. ها يا جون جون، ايوه كده يا ودي، هو دون رودريجيز. رودريجيز ايوه كده يا جدع. حلوه حلوه، هدي هدي يعني، مفيش مشاكل يعني، هنا كده حلوه، واحده هنا واحده هنا، ظبط جامد. اديله ايوه كده يا ابني. الله، شوف شوف الطلعه، اوبا اوبا، حلوه قوي حلوه. الله ينور عليك يا ابني، والله الله ينور عليك. طبعا على كل ده ما قلتلكوش على الاضافات، فحاول اضافات طبعا الملاعب دونيفيا وجرافيكس بتاع دونيفيا. الله الله، يا سلام عليك يا ولا. ايه يا ولا يا كريستيانو اللي انت عملته ده؟ شوف شوف السفاله يا جدعان، ده ايه الحلاوه دي؟ طب يا جماعه تحفظ على كلمه سفاله، دي مش شتيمه اصلا، عشان ما حدش يقول انت بتشتم. ها انا مش من النوع اللي انا بشتم وكده يعني، دي كلمات عاديه يعني خالص، بس زي ما انتم شايفين كده، يا سلام عليها، ايه الكره الجميله دي؟ الله عليك يا ولا كريستيانو. بص يا سلام، من تحت الرجل كده اديها له حته كده، لفت جاتوه. الله عليك يا ابني، حلوه دي. يلا بقى بسم الله. ايوه اهو، حاضر حاضر يا كروس يا جدع يا جدع، اصبر يا جدع. طيب الشوط الاول الحمد لله خلص ومتقدمين 2-1. طبعا نابولي بتلعب بطريقه كويسه جدا، مش وحشه، وعندهم ما شاء الله في عيل كده مش عارف 5 متر فوق كده، حاجه غريبه. بس هنكمل الماتش وربنا يسهل كده، ما يتعملش معانا الجلاشه. لا يا ولا 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 انت ولا، اقطع يا ابني اقطع يا ابني. لا ارتو الشغل ده ما بحبوش، ما تحسش اني بلعب ابن اختي يا اختي. ايه ده اللي انت بتعمله ده؟ معلش يا كسلة احنا اسفين، بس والله كسلة شكله حلو صدقوا، يعني انا شايف ان هو افضل من نافاس، مش عارف، رغم ان انا كنت هشتري حارس جديد وناس قالت لي اشتري كورتوا كويس ويعني هيعمل معايا شغل، بس بعد اللي شفته في الماتش دون هجربه هجرب لحد لما يجي لنا فلوس. يعني احنا مش معانا فلوس، نحاول بس الاول لما نظبط كده شويه اموال كده، ونظبط يعني نبيع لنا كام بيعه حلوين، ونشوف لنا كده لو الحارس ده ما ظبطش معانا يبقى نظبط. ايه اللعب ده يا اختي؟ لا 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 لا، ايوه يعني هي ياخدها يا ما تعديش. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللعيبه دي يا جدعان؟ ده يا جدعان يا نهار ازرق يا جدعان، كده عيب وما ينفعش. بس هنشوف كده يا اختي، الراجل ده اقسم بالله اتشل، والله الراجل ده اتشل، هين عليه يقوم يشتم اللعيبه دلوقتي. هو يعني هو عمال يسب على جنب، بس مش مشكله يعني، في طبعا تغيير دلوقتي. لا اوبا، لا 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 لا، مش هينفع كده، مش من اولها عبط. واحد ما عملش هجمه عدله يا سبحان الله، واحد ما عملش، يا خرابي والله العظيم كسل لما طلعته. شفت الراجل؟ شوف، ايوه هو ده هو ده. يلا هوبا هوبا، شوت يو ها شوت يو يا ابن العبيطه. ايوه انت بتلحقه، طيب انت كعبلته الحقه، مش ايه ده، فاول تمام فاول. لا بسم الله، ايوه اوعى بس، خلي بالك من ضربات الحمد لله كسبنا شباب اول مباراه في المجموعه، كسبنا برغم ان شفت شلل يعني ما بعده شلل، بس الحمد لله اول مباراه كده يعني زي الفل، جميل جدا. نبدا بقى على بركه الله نشوف المجموعات ايه اللي تم. دي المجموعات، هنشوف مجموعتنا كده. طبعا انا ثلاثه، و في طبعا نابولي، انا مش عارف عندي الفرق تعبانه جدا، ريد بول ومش عارف ايه كده، يلا مش مشكله. عموما الحمد لله ان احنا كسبنا، دي اهم حاجه عندي. هنا المباراه الجايه بقى، واول دي رابع مباراه موجوده في الليجا، هنلعب المباراه دي مع فياريال. هناك بيقول لك هناك مش عارف ايه مفاوضات، نشوف مين المفاوضات، ممكن يكون جالنا شويه مفاوضات يعني، لو حبينا ان احنا نبيع لعيبه ولا حاجه، بس هنشوف ممكن يكون جالنا عروض. لا هنا اكتشف اللاعبين، انا ولا عايز اكتشف ولا عايز افت، انا عايز الكلام ده مش عايز. ده كمان عامل حسابه، ده جايب لي حارس مرمى، واضح ان في عجز في حراس المرمى، هو عنده يعني سنس كده، عنده احساس ان في مشكله ولا حاجه. كل حاجه زي 10 على 10 وفله فله يعني شغاله. بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب، الحمد لله كده، وابداوا على بركه الله واحده واحده، احنا مش مستعجلين.
رجل بس الرجل لا بقول رجل الرجل مش عبط اخ كاسيميرو. لا 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 بس مراتها عامل اوه ايه ده جول هو ده يا جدعان هو ده الجول. الله عليك يا مراتها ايه يا ابن الحلاوه دي هو ده الجمال الله عليك يا ابني ايوه كده يا وديع. لا لا بس حلوه حلوه يعني هي جت غلطه يا غلطه بس جون حلو مش عارف انا اللعيبه عندي مقسيده كده تحس ان كل واحد واقف في مكانه مش عايز يتحرك يعني لولا الغلطه دي ما كانش هيبقى جون وكمان توقعت انها تبقى بره والله مش عارف ليه انا توقعت تبقى بره. ابو صلاح ابو صلاح ما تبقى انا اسف ابو صلاح انا عارف ان انت ابو صلاح ايه عايز حد يجريك فانت عشان كده جريت وانا رحت لا لا ايوه مش عايز قله ادب يا لا عليك يا ابني يا ابني يا حبيبي اللي انت عملته ده بقى تقعدوا بقى كل شويه بقى الجميل كوش عمل فيا ريال فيا ريال وجعوا دماغ امي الله يا لو كانت عدت دي كريستيانو كان مستنيها هناك. ايه ده هو مالك كريستيانو حاسس ان هو لسه راجع من الجيم كده ليه؟ اللعيبه كلها ما شاء الله مجنسه كده شكلهم غريب. يلا الحمد لله دي الشوط الاول 1-0 نبدا الشوط الثاني وان شاء الله ما يعملوش معانا الجلاشه برضه لان الجون بيجي في ثانيه وانا اللعيبه عندي بتستهبل من الواضح. اجري اجري يا ابو صلاح اجري يلا بقى راضيني بقى راضيني بقى يا جدع راضيني بقى يا جدع مين ده كريستيانو يا كريستيانو والراجل بيقول لك ادي لفه الجاتوه اديله بقى حلوه يا ابو مكه حلوه 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 يا سلام يا سلام ما كانش معدول قوي كريستيانو بس يلا مش بطال يا بص ما حدش هيعدي عندنا هنا والنبي والنبي خش بقى والنبي يا عم انت يا عم لا كبير جامده دي جامده 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 في العرض يا مارسيلو يا ولدي يا ولدي يا ولدي ايه القنبله دي؟ الله عليك يا ابني جاي راح لطش امها على طول في العارضه ايه الجمال ده؟ ايه الجماهير الحلوه دي؟ يلا لا 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 كده نزعل كده نقل ادبنا يا اختي والنبي يا رودريجيز ما يعدي منك والنبي سيب الولا سيب الولا ايوه كده ابيض بازرق سبوش الله ما هي كوسه لا ايوه من النبي من النبي بيعملوا هجمه حلوه قوي هجمه مش عارف بلاقي لعيب كده طالع من تحت الارض دلع في الاطراف ايوه مش عارف هو عمل ايه بس مش مشكله هو هياخد كارته خلاص مش عارف انا بتاعت ايه بتاعت ايه دي قله ادب مش عارف اقول لك يا كسيله والله انت يا ابني محتاج قبله اعطيله بوسه حلوه يا ابني والله الحمد لله يعني فيها ريال اكسبها 1-0 يا ناس ايوه اضربه اديله قلمين اديله قلمين ما ينفعش كده ايه اللي هو عمله ده يلا عال 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 كويس جدا الحمد لله كسبنا الماتش إيه كده احنا خلصنا تاني ماتش يا شباب الحمد لله عملنا نتائج كويسه لعبنا مباراه في الدوري الاوروبي دوري ابطال اوروبا ولعبنا ماتش في الليجا دي رابع مباراه انا كنت طبعا زي ما انتم عارفين انا تعجلت ماتش وخسرت ماتش وتاني ماتش اكسبه في دوري طبعا ما شاء الله برشلونه مفلتقه على الاخر 7 نقط ان شاء الله نحاول نجيبهم انا احب بقى ايه الدوري لما يكون في حماس كده وشويه شغل حلوين بحس بمتعه اكتر طبعا ما تكون سهله وتبقى ممله يعني ده افضل لي بكتير فده يكون نهايه فيديونا النهارده يا شباب النهارده نهايه الفيديو بتاعنا يا رب تكون عجبكم وان شاء الله هيكون كمل بقيه السلسله انا طبعا بحاول ان انا اخلي الماتشين او يعني كل مره ماتشين ماتشين عشان تبقى العمليه سهله كده وبسيطه عشان ما تطولش معانا فيديو وبرضك الناس اللي بتتفرج عليها ما تملش من اللعب وما تملش مني شخصيا فان شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستنونا ان شاء الله في بقيه السلاسل الموجوده وهنكمل باذن الله في كذا لعبه وفي العاب كتير جدا كويسه جدا هنزلها لكم ولو عجبتكم ان شاء الله بالاضافات بالحاجات اللي انا بنزلها هحطها لكم قولوا لي وهنزلها لكم ان شاء الله على قناه التكنولوجي الخاصه بيا طبعا مصطفى فوزي تكنولوجي فكان معاكم مصطفى فوزي شكرا ليكم سلام.